السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في القناة. من جديد موعدنا اليوم مع طاجين سمك بالخضار رائع جدا لرمضان للفطور، من أروع وألذ ما يكون. إذن هذا الطاجين ديال السمك بالخضار، والخضار اللي استعملت أنا هي البطاطا ومطيشة والفلفل الأخضر، أيضا مقطع دوائر، أعواد ديال الكرافس والحامض، غير باش يعطينا واحد البنه المرقه ديالنا. بالنسبه للبطاطا كنقطعها على الطول لهذا الشكل، بالنسبه للحامض كنقطعو دوائر، ايضا الفلفل الاخضر كنقطعوه دوائر. كنستعملو قلنا غير اغصان ديال الكرافس، كيعطي واحد اللذه هائله، وهذا الاسلوب هذا تعلمته هنا في مدينه اسافي. زيت الكرافس ما كنعملوش حنايا في طنجه، كنعملو المعدنوس او القزبر. بالنسبة للشرمولة عملت فيها المعدنوس والقزبر والتومة وشوية ديال الهريسة. عندي بالنسبة للتوابل الكمون، فلفل أحمر، الملح، الزنجبيل والإبزار أو الفلفل الأسود. عندي زيت المائدة، أي نوع أنتم كتستعملوا، وعندي زيتون مشكل فيه خضرة كتكون مرقدة، وغادي نبدأ على بركة الله. هاد الزيتون كيزيد لها واحد المذاق رائع جدا، وكثير هو عندي كنديرو مرقد في زيت الزيتون، فحتى ديك المذاق ديال زيت الزيتون كيجي كيكون حاضر في الطاجين ديالنا ديال السمك. غادي نخلط ديك الشرمولة ديالنا مع التوابل مع الزيت بهذه الطريقة. هذه الطريقة راها طنجاوية، و طريقة مسفيوية هي الأغصان ديال الكرافس. إذا خلطنا الشرمولة ديالنا، دابا غنجيبو الطاجين ديالنا، غنسطفو فيه البطاطس بهذا الشكل هذا، كنحاولو نعمرو القاع. كنعملو البطاطس هي الأولى لأن البطاطس كتهز الطياب وما غادي تحرق الناش، فما نديروش مثلا الطماطم من تحت تحرق، ايضا الفلفل يتحرق، فالبطاطا كتاخذ الطياب. اذا غناخذ شويه ديال الشرموله ديالنا، واحد معلقه كبيره، وغادي نعمل فيها شويه ديال الماء، وغادي نكبها على هاد البطاطا هذه من الفوق هكذا باش كتجي من السما بهذا الشكل هذا. كيجي طاجين رائع لفطور رمضان، الناس اللي كيعجبهم يفطروا بالسمك، هذا الطاجين من اروع وألد ما يكون. اذا انا الحوته ديالي اللي توجدت من عندي سمك، انا ما عرفتش السميه ديالها، لكن قالوا لي حسميه ولكن نسيتها، ولكن السمكه بيضاء وما شاء الله عليها، خرجت من ألد ما يكون، ما فيهاش الشوك بزاف. اللي كيعرف الاسم ديال السمكه شافها معايا فيحط الاسم ديالها، يحطوا لي في التعليقات نتعرف على الاسم ديال هاد السمكه. كنشقوا واحد جوج ديال الشقوق هكذا في السمكه، هاد الشقوق اللي كنعمل باش ملي طيب ما تفرقع ليناش، باش ما تجيش مهرسه من الجناب وتجي ماشي تنتمك هكا كتشد الفورمه ديالها. وعاوتاني كنعمرها بالشرموله باش كتجي داخله في هذيك الشرموله بزاف. اذا وكنحاول ندوز الشرموله على السمكه كلها. اذا دابا غادي نخلي السمكه على حده، وغادي نجيب الطاجين ديالي، وراه خليت تترقد شويه، عادك غادي نعملو واحد ربع ساعه هكاك. دابا غنعملو في الطاجين ديالي، هي راه كبيره جاتني على الطاجين اللي دا، غادي نعملها نعوجها شويه. كيف ما كتشوفوا قطعت لازنط ديالها، ما عنديش فوينتي او ديك الانيه الطويله، عندي صغيره، جات صغيره على السمكه. السمكه ما شاء الله كبيره. والان سهل جدا، من اسهل ما يكون، يعني المراه في المطبخ ملي غادي تحضر هذا الطاجين هذا سهل جدا، واخا يكون علينا مثلا قريب المغرب مع صلاه المغرب هكاك، نردو حنايا قبل منا بشي ساعه ديال المكانه ونخليوه على مهل على مهل، فان شاء الله مع المغرب يكون واجد ويكون سخون هكذا، لذيذ لذيذ جدا. غادي تجربوه وغادي يعجبكم بهذه الطريقه هذه. اذا الان كنزين الطاجين ديالي
طوماطيش او مطيش، احنا كنقولوا في طنجرة طوماطيش، وكان ديك الزنيط حرفت لي معاه. اذا الان غادي نكمل التزيين ديالي، غادي نقطعو، من الافضل غنقطع لك الزنيط باش تجي السمكه ديالي ماشي معوجه. ها الان ها هو تعوض في الطاجين، وغنزيد الفلفل ديالي من الفوق. ممكن تستغنيو على الفلفل اللي ما كيعجبوش المذاق ديال الفلفل، ممكن تعملوا اي خضره، ممكن تضيفوا الجزر ايضا حتى هو كيجي زوين، ولكن انا هاد الطريقه اللي عجبتني لهاد السمكه هادي وجات بنينه، راه تنكلات جات بنينه بزاف. وفي رمضان كنعرفوا العشاق ديال السمك راه كيحمقوا عليه في رمضان ايضا. هنا غادي نضيف الاغصان ديال الكرفس. الاغصان ديال الكرفس اللي ضفتها للرصيد ديالي ديال المعرفه في الطياب هي الحماد ديالي او حماتي. مره شفتها كتوجد الكرفس مع السمك، كنت تقريبا ماشي كنتوهم، ولكن واحد النهار شهيت هكا السمك وجبته وبدات كتنزل الكرفس، قلت لها وحنا غادي نطيبوا السمك نطيبوا الحوت ماشي ماشي بالكرافس، قالت لي جربيه غادي تذوقيه وغادي تشوفي. وفعلا عملت السمك وعملت معاه اغصان ديال الكرافس، وكان الاغصان غليظ على هذه شويه، جا من اروع والد ما يكون، فما بقيتش كنتخلى عليه نهائيا. هنايا كاينه واحد الصديقه ديالي معايا اللي بغات تشوف الطاجين والطريقه ديالو، صارت الصديقه من هولندا. اذا دابا كنعمل الزيتون ديك الخضر المرقده اللي فيه، وغادي نضيف ديك الزيت الزيتون اللي مرقد فيها الزيتون ديالي. انا اكتفيت غير بالزيتون الاحمر، ما بغيتش نعمل الاسود باش ما يبدلليش النكهه، بالنسبه للزيتون الاحمر ما كيبدلش النكهه بزاف، بالعكس كيعطي واحد اللذه رائعه. الشرموله ديالي عملت شويه هكاك على الحوته او على السمكه، وضفت ليها الماء ومرقت بها كيف ما كتشوفوا. كنوزع ديك الشرموله مزيان في الطاجين باش كل الجوانب كياخذوا القدر ديالهم الكافي من الشرموله. والان غادي نضيف الماء، نزيد الماء نشوف الماء اللي غادي يطيب لي البطاطا. كيف ما كتشوفوا عملت الزلافه الاولى ودابا الزلافه الثانيه، وكنشوف واقيلا ناقص، ولكن غير ملاحظه وحيده هي ما نكثروش الماء بزاف باش ما يجيناش متخثخ بالماء، وديك الشيء يطيب بزاف وغادي يجي مهرهر. اذا قلنا عملت جوج زلايف ديال الماء وعملته يطيب على نار مهيله، طب على خاطرو ولا خاطر خاطرو باش كيجي بنين. كل ما الطاجين طاب على نار مهيله كل ما الاكل كيجي بنه رائعه. اذا اخواتي الكرام مشاهدينا، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايكات، ايضا بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاهل ديالكم الاحباب ديالكم، وايضا ما تنسوناش من التعليقات باش نعرفوا الاراء ديالكم عندنا. اذا نخليكم في رعايه الله وحفظه، عواشر مباركه، رمضان ان شاء الله كريم، والسلام عليكم ورحمه الله، في امان الله. حبيباتي اذا كنتوا باقي ما اشتركتوا ضغطوا على الزر الاحمر اشتركوا معنا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا الفور ديال النزول ديالو ان شاء الله. ايضا لا تنسوا دعمنا باللايكات او الاعجاب، ايضا شاركوا الفيديوهات مع اصدقائكم واحبابكم على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، في امان الله.